أهلا وسهلا بالأصدقاء، بودكاست أزرق اليوم من هنا من قلب أبوظبي، في حلقة مباشرة ومفتوحة على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب. ولأن العادة أن تكونوا أنتم أصحاب الحلقات وأفكارها، سنبدأ بذكرى قديمة شهدتها ونقشت نفسها على الذاكرة، استحضرتها اليوم لتكون فحوى هذه الحلقة. لم يكن هناك ما يدعو لأخذ الخوف على محمل الجد هذه المرة. مضوا سريعاً عبر ممرات المستشفى، يدفعنها الممرضات على كرسي متحرك وكفه تشد على كفها وهي تصرخ وتبتسم، إذ أن الوعد فتاة قادمة تستحق عناء اللحظات. داعبها قبل الوداع باسمها المستعار طوال 9 أشهر، كان يناديها افتح واربح، الآن سنربح، طفلة أولى تحمل ملامح الحب الأول والأخير. أضيئت الأنوار وأغلقت الأبواب وانفتح باب في الخيال لدي عن المولودة وإطلالتها في الملابس الزرقاء التي اختاروها سويا، عن الضحكات الدافئة والخطوات الأولى في فناء البيت، عن غيرة المحبوبة وهي تنازع في ملكها من محبوبة جديدة. إلا أن ملامح من توقع أن يأتوه بالبشرى خذلته. أحس أن في الأمر فقد، لكن بمن تربص؟ أتاه عزاء في محل التهنئة، لكن على من؟ هنا حيث لا تجدي الإجابة، إذ أن المصاب جلل في الحالتين. أعلن بكاء الصغيرة عن الوجود وعن الفناء، عن القدوم والرحيل في آن واحد، لفافتين أولى تضج بالحياة وأخرى تحتضن الموت. كانت وافية كما سماها، أجزلت في العطاء حتى آخر عهدها، لم تطق الرحيل إلا بذكرى، قبلة أخيرة وروح مكان الروح، ثم طارت بعيدا تطايب قلبه بين العالمين. هنا كان بزوغ النجم يعني للضرورة أفول الآخر. احتضن ما تركته قبل الرحيل وحدث نفسه، أيا حزن الذي سلواي منه. أوراق تساقطت في غير موعدها، وأسطر ابتلعها الزمان قبل أن تكتب. كان الحزن غريبا على غير عادته، والبكاء بلا دلالة، شيء غامض يسجنك بين أهلا والوداع. وداعاً لمن قايضت الحياة بالحياة، أخذت كل شيء وتركت اسمها لحياة جديدة، وكأنها تقول افرح، الآن يمكنك أن تحبني مرتين. انتهت القصة، حلقة أزرق اليوم في الفراق. أنا محمد عبد الرحمن، أستغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد. أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستغل المواصلات العامة، فأصطاد عن دون قصد أفكاراً ما من حديث عابر أو تصرف عفوي، لتكون عناوين وموضوعات أتشاركها معكم في بودكاست أزرق. أفكار لم تلقى حظها من الانتباه، وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة. المهم والمهم جدا للأمانة أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس. كل هذه المحطات والمطارات والمواني، وكل هذه اللحظات المحبوسة بين قوسي البداية والختام، وجميع الأزهار التي تعلن الذبول، ومجمل ما وثقنا من لحظات غروب الشمس، لم ولن تفلح في أن تعلم الإنسان كيفية اعتياد الفراق أو تجنبه. تاريخك الطويل مع الوداع وذاكرتك المكتظة باللحظات الأخيرة لن تسعفك ولن تمنحك مخرجاً آمناً من هذه اللحظة والفراق عني، لأننا وبرصيدنا الوافر من التجارب نستثني، نتوسم الخلود فيما أردناه
ونختلق ألف مبرر لنقنع أنفسنا بالتنامي والامتداد. في كل مرة نعيش اللحظة بكلنا ننسى ونتناسى أن الأشياء محكومة بتاريخ صلاحية الانتهاء. نكتشف في لحظة صفو نادرة أن كل شيء عابر، وأن عبارة سحابة صيف التي نواسي أنفسنا بها عند الأزمات هي نحن، إذ مصيرنا المرور بكل أشكاله. أعرف فكرت كثيراً هل تعتزل وتقي نفسك هول اللحظة وألمها، أم تصعد من النشوة أعلى قمة ولا تبالي حتى وإن كان مصيرك السقوط منها فيما بعد؟ هل أعطي كلي أم أقتصد؟ هل نشيد بالأحلام قصوراً وقلاع، أم نبني من المنطق حصوناً وحواجز تحول بيننا وبين كل ما يمكن أن يتوغل فينا؟ الصراحة لا أملك إجابة، ولكنني كلما ارتعبت من الاحتمالات أقول خندقي موجود والاحتماء أسهل الخيارات. لكنني كما أود أن لا تقتلعني العاصفة لا أريد أن يفوتني المطر، وكما أهاب فتك الفطر السام أتوق لطعم التوت، وبقدر خوفي من أن أتوه أشتاق لكي أصل. خندقي موجود إلا أن الشوارع مغرية. أحياناً نفارق أشياء قبل أن نكون معها، نخسرها دون أن نمتلكها من الأساس، لأننا نوقن أن الفراق محتوم وأن القصة كلها تحت بند المستحيل، فنختصر الطريق على أنفسنا ونقع على الفراق قبل أن يقع علينا. كتب بعد أن ودعها في سره: حبيبك أنا، إلا أنك لم ترافقيني يوماً في رحلة سفر طويلة. أخذت عقلك، لكن قهوتك بردت قبل أن تحضرين. وشم على قلبك، لكننا لم نبتسم معاً لعدسة كاميرا واحدة. يحدث أن تسقط كورقة في الخريف وفيك ما يجعلك جذراً لا يخلع. فحبيبك أنا في المستقبل الذي لن يأتي والفرص التي لن تسنح، نكتفي بالمرور السريع كأغراب الآن، نفترق هنا ونبقى معا في الاحتمال. ومن جانب آخر نواجه ما يمكن أن يسمى بالفراق الصامت، تلك العلاقات التي تموت دون عتب على طرف بلا خطأ أو تقصير. كل ما في الأمر أن المساعي اختلفت، يجمعنا الهم المشترك أو الحلم الجماعي أو السياق والمرحلة، لكن نجد أنفسنا أمام الغياب القهري ما أن تتعدد السبل وتبعد المسافات وتأخذ الدنيا كلا في طريق. لهذا تشعر بأنك غريب ويشعرون بعيد عما تركت وبعيد عما أممت، لم تعد ولم تصل، لكن هكذا هي الطرق دوما موحشة. الأكيد أننا لا نستطيع إيقاف الزمن ولا استبقاء لحظة من لحظاته، فطبع الأيام المرور، وما بوسعك أن تقيد نفسك أو تحجر عليها فيما تود. كان قدر علينا الارتحال، إذ لا بد في الحياة من طلل نبكي عليه، فلا ملامة في هذا الغياب. من يمنع الفرخ السماء إذا اشتد جناحه وهي الأوراق تحكمها المواسم؟ الآن وفي نهاية الشذرة أشعر أني أخطأت التوصيف. هذه العلاقات لا تموت لأنها تاريخك وجزء منك. الأمر وما فيه أنه صمت طويل ممتد ومعزة تجاوزت سؤال التشكيك. هذا تحديداً ليس فراقاً، الفكرة أنه مع تقدم السنوات يمل الواحد منا إعادة تقديم نفسه للآخرين ويتكاسل عن طول مشوار تعريف ذاته من جديد، من هو وماذا يحب وماذا يكره، ويستثقل بروتوكولات البداية الجامدة وانتظار ما ستفضي إليه هذه العلاقة. ولهذا الشيء تحديداً
يكتسب القديم جماله وتزداد قيمته، يطول الغياب وتظل مهاتفة الصديق القديم منعشة للروح ونافذة لمكامن الاحتياج، ويتوالى الانقطاع ويبقى الترائي موسما لا يخلف وعده في الاخضرار، ويجب اللقاء ما قبله. هم جودة المعدن وبراعة التوقيت، الدهشة الأولى من حلاوة الأقدار وحداقة الصدف، محبة خالصة للقديم الخالد المستمر، ما لا تطوله يد الزمان ولا تغيره الحوادث، المعفى من عبء البداية من جديد، المتأهب دوما للاستكمال من حيث انقطع. ثمة فراق جماعي يعيشه كل جيل على حدة، طرفاه أنتم وما ألفتموه من الأشياء. هذا الفراق في اعتقادي هو أول مراحل استقبال الشيخوخ، لحظة تلاشي المحيط من حولك وموت أيقونات الذاكرة. يوما بعد يوم تتوقف برامجك المفضلة عن البث، وتنقطع مسلسلاتك المحببة عن العرض، يتوفى داعيتك المؤثر القديم، وترحل حقبة مغنيك وممثليك ممن ارتبطت بهم بعمق، ويتفرق الأصدقاء في أرض الله الواسعة بحثا عن الرزق والبقاء. في وسط هذا تجد نفسك شبه منقطع عن الآن، ومتصل بصناديق الماضي بقوة، غريب عن الحاضر نوعا ما، وتتعامل مع الجدد من أشخاص اليوميات والأيقونات الظاهرة بترفع عفوي غير مقصود، ولكنك لست منهم وليس منك. هكذا تجهزك الأقدار لأنت العجوز، إلى أن تأتي اللحظة التي يختفي فيها كل ما تعرف وينقرض كل من تعرف. وددت فقط أن ألفت نظرك أنه ربما الآن يصنع داخلك ذلك المسن المتذمر الساخط والمنتقد لكل الأشياء من حوله. قبل الختام أود أن لا نعاد الفراق ونلعن لحظاته لهذا الحد، أحيانا يكون أفضل ما قد يحدث. يهدر الإنسان كثيرا من نفسه وهو يحاول استبقاء ما آذن بالرحيل، تلك الاستماتة في مد آجال لحظات السعادة والاستمتاع، أو النفخ عبثا في جثامين العلاقات الهامدة، أو محاولات شد قميص من استبدل حمل المواثيق بحقيبة السفر وقرر نهاية فرصتك في حياته. نحتاج غرابا يعلمنا كيف نواري سوءة من قضى، أو خضرا يعلمنا الصبر على حكمة الأقدار، معلم بسيط يغزو جهل الإلحاح بنور التسليم، ويعلمنا باللين أو بالقسوة أنه عندما يبني أحدهم جدارا نلتزم بالوقوف خلفه. كل شيء يعيش بين الميلاد والفناء هي الأعمار، كما تبدأ تنتهي، فتعلم الوداع بلا عتب، ومهما زينت الأقفاص تقبل فكرة وجود الجناح في العصفور. كل الناس تنادي بمواسم الحصاد، أقول فلتنادي أنت بمواسم التساقط للكسب. يتحدثون عن أهداف جديدة وأوسمة مختلفة ومنصات تتويج أعلى، ولكن هنا سأحدثك عن الأقل للأكثر. فقط تخلص وكن أخف، تنازل عما لا يلزم، فند الأهداف ثم احتفظ بالأصيل وتجاوز ما لقنت له. قلل الشكوك بطرق بابها، عقم جميع الذكريات الممرضة، وتعلم من الأشجار فكرة أن تسقط كل الأوراق الجافة قبل أن تحلم بالاغترار. ختاماً، حتمية الفراق تجعل من البدهي حتمية شعور الإنسان بالاشتياق، لذلك أزعم مع النهايات التي لا تنتهي أن أكثر درس لقنتنا له الحياة هو أن نشتاق. عن ذلك الفراق القسري، ولذلك الشوق الحميد
الذي لا يتلف حاضرا ولا يحجب مستقبلا، أقول مهما ابتعدت وأخذتك المسافات بعيدا عما تود، حافظ على خيوط رفيعة ممتدة لا تنقطع، على طرفيها قلب وقلب. أكثر ما فعلناه في حياتنا هو أن نشتاق لمكان أول أو لأناس أولى أن نظل بجانبهم، ولكن برغم قساوة الاشتياق يبقى خيارا أفضل من النسيان أو التجافي. رهاني على تلك الخيوط كبير، سنصنع منها وشاحا يدفئ هذه الوحشة يوما ما، وسنفتل منها حبلا يعدم فيه الاشتياق شنقا حتى الموت. وإن طال الزمن وحل الشيء وذهب البصر، ستقودني هي إلى حيث انطلقت بداية. عن نفسي سأظل أشتاق حتى يعرض التلاقي نفسه كحل، أو ينتفي النسيان كخيار مقابل. وصلت حلقتنا إلى نهايتها. أسعد بمشاركة الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء، كما أسعد بتقييمكم للحلقة على أبل بودكاست وكافة منصات الاستماع. وأرسل تحياتي لكل من شاهدوا الحلقة واستمعوا لها في بثها المباشر والحي من داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب. إلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة من بودكاست أزرق.